بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام، حلقة جديدة متجددة بصحبتكم، برنامجكم بيتكم عامر، وإن شاء الله يا ربي دائما بيوتكم عامرة بالطاعات والمسرات ورضا الرحمن، ودائما البيوت عامرة بأهلها. مشاهدينا، في خبايا سراديبنا ثمة سعادة مخبأة. لدينا أشياء بيضاء تسعدنا ولكننا لم ننتبه لها. لدينا أهل، أخوة، أصدقاء لنشعر معهم بالفرح. لدينا دين فضلنا الله به غيرنا. لدينا صلوات وأذكار ترتاح بها الأرواح. لدينا الكثير لنسعد به، فلا تبددوا أفراحكم باليأس والتشاؤم. مشاهدينا، جعل الله صباحكم ومساءكم صفحات جديدة يملأها الأمل والتفاؤل بأن القادم أجمل بإذن الله. اللهم أسعد قلوب مشاهدينا ووفقهم. اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك يا رب العالمين، ووفقنا لهداك برحمتك يا أرحم الراحمين. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. ومشاهدينا الكرام، موضوعات منوعة في مشوارنا اليوم ببيتكم عامر، رح نبدأها بالمختارات وبعد هيك مننتقل مع مدربة المهارات الحياتية سنة السالم لحتى تحكي لنا عن اليقين مع الله وليس الشك. يعني أكيد موضوع كتير حلو مع سنة. بعد هيك إن شاء الله رح ننتقل لفقرتنا الحوارية، موضوع حلو تربوي هام وبنفس الوقت ديني. رح نتحدث عن وصايا لقمان الحكيم، وقفات وعبر، ورح نغوص بهذا الموضوع الجميل التربوي وضيفتنا عبير الخليلي، أخصائية نفسية وتربوية. ومنختم مشاهدينا الكرام بأكثر ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتعليقات البعض. مشاهدينا، قبل ما نبلش مشوارنا، سمعونا الصلاة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونبلش بالمختارات. ومشاهدينا الكرام، مع مختارتنا الأولى وتزامنا مع بدء حملة مديرية الأمن العام للتشديد على مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، وطبعا اعتبارا من يوم الاثنين، دعت إدارة السير المركزية للمواطنين إلى الحفاظ طبعا على سلامتهم وسلامة أسرهم من خلال استخدام حزام الأمان. طلعت هيك طبعا على صفحة الفيسبوك مقولة حلوة بتقول: اجعل التزامك الأخلاقي يسبق التزامك القانوني. وقديش مهم مشاهدينا الكرام إنه نحن نلبس حزام الأمان ونضع هذا الحزام فعلا حفاظ على أرواحنا، مش خوف من أنه أنا بدي أدفع مخالفة، لا، يعني خوف على أرواحنا، على أرواح أبنائنا. وأول ما تقعد بها السيارة تذكر أولادك، حطوا يا بابا الحزام عشان سلامتكم. للأسف بلاحظ ملاحظات بصراحة مزعجة. هلأ الحلو أنه صارت السيارات الجديدة كلها ترن، إذا أنت ما بتحط حزام الأمان بتضل ترن 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 جرس معين زي جرس منبه أنه لازم تحط حزام الأمان. الملاحظة المو حلوة، في ناس بيشتروا قطعة صغيرة بيحطوها بالكليبس تبع حزام الأمان حتى يوهم السيارة، وإنه ما يكون في سنسر إنه ما في حدا حاطط الحزام، بل إنه زي كأنه الحزام محطوط. هاي القطعة خطيرة، ما تفكروها إنه هي بس سكتت السيارة للأسف، لكن للأسف الشديد استخدامها ضار لصحتنا، لأنه أي ضربة بريك لا سمح الله ممكن الشخص ما يقدر يمسك نفسه، يخبط بالأزاز، يروح وجهه، الأطفال خفاف. فخطوري جدا، خطير جدا إنه نحن نحط هاي القطعة عشان ما نسمع جرس الإنذار تبع حزام الأمان. المهم، قالت الإدارة في إدراجها على الفيسبوك الجملة اللي هي: اجعل التزامك الأخلاقي يسبق التزامك القانوني. وأوضحت مديرية الأمن العام إنه الحملة تأتي تطبيقا لنص المادة 38 من قانون السير الأردني، على أنه يعاقب بغرامة مالية مقدارها 15 دينار كل من ارتكب مخالفة قيادة المركبة دون استخدام حزام الأمان، أو شوفوا إيش، تحميل الأطفال دون سن 10 سنوات في المقاعد الأمامية لسيارة
سيارات الركوب ومركبات النقل المشترك، حتى الأطفال خطير جدا يعدوا قدام، مخالفتها أيضا 15 دينار، حتى لو الطفل حاطط حزام الأمان وقاعد قدام سيخالف. وطبعا ستشمل الحملة جميع المركبات سواء المدنية أو العسكرية، وضروري فعلا وفق دراسات علمية وعملية أجروها تبين استخدام حزام الأمان من قبل السائق والراكب يخفف من الإصابات الخطيرة بنسبة 50-60%. يعني ممكن لا سمح الله الحادث يكون قوي لكن الإصابة بتكون خفيفة بسبب حزام الأمان. هلأ مين اللي رح يتخالف إذا مش حاطط هذا السائق حزام الأمان؟ طبعا السائق اللي رح يتخالف أول إشي إذا هو مش حاطط حزام الأمان، وأيضا كذلك إذا اللي قاعدين جنبه في الكرسي الأمامي مش حاطين حزام الأمان أيضا سيخالف هذا السائق. عم نشوف هون طبعا تحرير مخالفة بحق أحد الأشخاص اللي كان طبعا عم بيقود إحدى المركبات، وانتشرت الصورة كتير وعملوا عليها قصة إنه هاي ضبط مخالفة سير لشخص راكب بجانب السائق، لكن بعد أن تبين إنه هو نفسه السائق اللي مش واضع حزام الأمان. والملاحظة إنه الشخص اللي راكب في الأمام غير السائق اللي مش حاطط حزام الأمان مش هو اللي بتخالف، هو ما رح يتخالف لأنه هو مش سائق، صاحب المركبة أو السائق هو الشخص الذي سيخالف. فديروا بالكم، نحن مش قصة مخالفات، قصة سلامة أرواح وسلامتكم بتهمنا وسلامة أبنائكم أيضا في البداية. رح ننتقل مشاهدينا الكرام لأيضا هيك حدث شفنا تناقلوا ناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صار عليه بلبلة، والقصة انه بجامعة اليرموك تفاجأوا الناس، بلشوا يصوروا، والطلبة عم بيصوروا انه يا جماعة ايش هاد، شو الحدث اللي عم بيصير. هلأ رح نعرض لكم الفيديو انه في بعض الطلاب عم بيعملوا طقوس غريبة وكأنهم يعبدون صنم ما. خلينا نشاهد هذا الفيديو وبعد هيك نتحقق من هذا الحدث طبعا مشاهدينا، مع طبعا اتصال من الجامعة. خلينا نشوف بالأول وبعد هيك ناخد الاتصال. يعني إيش اللي عم بيصير؟ هو بصراحة حتى صار في تعليقات كتير من الناس إنه أعوذ بالله هدول طلاب جامعة شو عم بيعملوا، نحن بلد إسلامي، شو التفاصيل هاي، لحتى نحن نتعرف أكثر على هذا الموضوع ونعرف تفاصيل هذه الحادثة. يسعدنا أن نرحب بالدكتورة نوزات أبو العسل الناطق الرسمي والإعلامي لجامعة اليرموك. أهلا وسهلا فيك دكتورة ويسعد أوقاتك. أهلا وسهلا فيك سترانيا، يسعد مساكي ومساء المتابعين لقناة اليرموك وبرنامجكم بيتكم عامر. الله يعطيك العافية وبيتك عامر دكتورة. يعني شهدنا على مواقع التواصل الاجتماعي طقوس وعادات في حرم الجامعة كما هو واضح، هل تضعينا في ضوء وصورة ما حدث ومتى وكيف صارت؟ نعم حقيقة سترانيا، نحن مبارح تم تنظيم معرض للجاليات، يعني نعم. الطلبة من الوفود الجاليات التي تدرس في جامعة اليرموك اللي قام بتنظيم الحدث أو المعرض عمادة شؤون الطلبة، هي الحاضنة طبعا لكل أنشطة الطلاب على المستوى الداخلي والخارجي. هذا المعرض حضروا سفراء وملحقين ثقافيين معتمدين في الأردن، كان في ممثلين عن الجاليات، وفعليا كان في تنوع وقبول ثقافي متعدد، شارك في جاليات متعددة. هلأ إيش تم تقديم يعني أو موجودات هذه المعارض؟ كان في عرض للفولكلور، العادات والتقاليد والموروث في أجنحة المعرض، الأزياء مثلا، الفنون القتالية مثلا، صور ولوحات وجداريات، أغاني حتى وموسيقى. كل هذه اللوحات يعني اللي أبرزت الثقافات المتنوعة.
كما تعلم ويعلم يعني السادة المتابعين للبرنامج أو اللي بيسمعونا وبيشاهدوا البرنامج، في عدة جنسيات نحن عندنا في جامعة اليرموك. عندنا قرابة 48 جنسية من العالم ككل. نعم، وحوالي 3300 طالب وافد بيمثلوا ثقافات مثل ما بتعرفي متنوعة وموروث متنوع ويعني ألوان متنوعة وأطياف متنوعة. يعني هي عبارة عن يعني الفيديو اللي عم نشوفه عبارة عن صورة من أحد التراث لأي بلد دكتورة معناته هون؟ نعم، هو هذا عبارة عن رقصة شعبية قدمتها الجالية الأندونيسية. طبعا الجالية الأندونيسية اللي بنكن لها كل الاحترام والتقدير، طلبتها بدرسوا عنا الشريعة والدراسات الإسلامية وتخصصوا عربية. وحقيقة يعني إذا بتسأليني من خلال معايشتي للجو الجامعي وعنا طلبة بتميزوا بأخلاق عالية وأدب جام ودين دين عالي وحفظ للقرآن الكريم. يعني في منهم يحفظ القرآن كاملا ما شاء الله. فحاشا لله يعني أن يكون أي إساءة من جامعة اليرموك للدين الحنيف، لديننا الإسلامي الحنيف وشريعتنا السمحة. ولكن كما تعلمين وضمن البيان اللي أصدرناه اليوم، يعني كان في هذه الرقصة احتوت يعني نوع من دعينا نقول الرموز، واحتوت نوع يعني ممكن ثقافة نحن مطلعين عليها، ثقافات عربية، ثقافات أخرى لسنا بمطلعين عليها. نعم دكتورة، هل أنتم يعني كجامعة تطلعون على ما سيدور في المعارض أو الفعاليات التي ستقام في جامعاتكم؟ نعم بالتأكيد، يعني هو هذا المعرض بس عشان أبين لحضرتك وللمستمعين أنه هو معرض دوري وسنوي، يعني تقدم فيه العديد من خليني أحكي العروض أو اللي بتبرز عادات ورقصات ودبكات الجاليات، وهي كثيرة ومتعددة. يعني عرفتي علي؟ هو عبارة عن كان مساحة أنه الكل يقدم يعني خلينا نحكي إرث ثقافي. جميل، هو تبادل ثقافي يعني رائع. هي وضحت الصورة أكيد دكتورة. وفعلا جميل جدا أن كل شعب يقدم ثقافته وموروثه الشعبي يعني. لكن هنا سؤال، ما الإجراءات التي اتخذتموها حتى توضحوا ماذا جرى؟ وهل هذا الفيديو أساء للجامعة؟ الآن صار في إجراء، يعني أصدرنا بيان جراء متابعتنا، ودائما بندور على الدقة ونعرف شو مدلولات مثلا أي موضوعات. يعني إدارة الجامعة شكلت لجنة تحقق وعم بيتابعوا بالموضوع، لأنه إحنا كمان بنحترم اتجاهات الرأي العام. وكمان يجب أن يعني دائما الإنسان يعمل إيفاليويشن وتقييم لكل أنشطته ومسارات عمله على المستوى سواء كان الأنشطة اللامنهجية أو أيضا يعني تطوير معارف وتطوير علوم ويعني أهداف الجامعة ورسالتها. هل التزامنا بالجامعة برؤيتها ورسالتها وثوابتنا ثوابتنا بالبداية اللي انطلاقها من ديننا الإسلامي الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا العربية والأردنية الراسخة هي منطلقنا حقيقة. لذلك الجامعة يعني لا تألو جهدا في تتبع أي موضوع يعني يتم تداوله عبر وسائل الإعلام أو السوشيال ميديا. نعم، يعني أنا بدي أشكرك دكتورة نوزات أبو العسل، وأنت الناطق الرسمي والإعلامي لجامعة اليرموك، حياك الله وشكرا على هذا التوضيح. وإن شاء الله يعني جميع فعالياتكم ونشاطاتكم مباركة. وفعلا هو يعني جميل جدا مشاهدينا أن تكون الصورة واضحة للجميع ولا يكون هناك لبس يمكن ما نشاهده أحيانا لقطات صغيرة من الفيديو لا توضح مفهوم ما وراء هذا الفيديو، وهو التناقل ثقافات بين الطلاب من مختلف الجنسيات. جميل جدا، يعطيكم ألف عافية. رح ننتقل مشاهدينا الكرام لمختارتنا القادمة، وسنتحدث عن الرياضيات. مادة الرياضيات بصراحة كتير من الطلاب بخافوا منها وبرتعبوا منها،
ليه؟ لانه يعني هو في سر بصراحه. بصر ليه؟ لانه يعني ممكن انه بده الواحد يشغل عقله كتير منيح، يشتغل عليها كتير منيح، يكون فاهم الاساسيات من البدايه، من يمكن من صف اول يكون شاطر بماده الرياضيات ومش مضيع ولا اي قانون، ويتدرج فيه لحتى يوصل لمراحل كبيره بالمرحله الاكاديميه، حتكون حافظ رياضيات ورموزه وفكفكته. هلا في دراسه بصراحه كثير حلوه راح احكي لكم اياها، بتقول هاي الدراسه بريطانيه عن ماده الرياضيات، بتقول انه ماده الرياضيات عم بتسبب الاحباط والضغط النفسي لكثير من الطلاب، وبقول لك لا شيء يسبب الرعب اكثر من حل مسائل ماده الرياضيات. هذا ما اشارت اليه الدراسه التي اجريت على مجموعه من الطلاب ببريطانيا. هن لو اجوا عنا على الأردن وشافوا قديش فعلا في طلاب بخافوا من مادة الرياضيات، وأنا واحدة منهم بصراحة كنت أموت لما يكون عندي امتحان رياضيات. وقالت الدراسة إنه المواد الحسابية لا تسبب الإحباط فقط عند الغالبية الطلبة، بل الضغط النفسي. شوفوا لوين مادة فعلا، لو إنه عم بيقدروا يوصلوها المعلمين بطريقة صح ما بتعمل ضغط نفسي، مادة من زي بقية المواد. وأظهرت دراسة طبعا بتقول إنه ثلث البالغين يصابون بالقلق من هذه المادة، واحد من كل 5 طلاب منهم يخافون هذه المادة بدرجة تفوق الإصابة بالأمراض. في بعض الأشخاص إنه ممكن للأسف الشديد من كثر القلق يتعرض لمغص، لإسهال، وبعضهم ممكن إذا عندهم امتحان وخايف من المادة ممكن أيضا يصيبوا صداع، قلق، ارتفاع بنبض. وعدد كبير من الطلبة يحاولون تجنب أي شيء له علاقة بالأرقام والبيانات، واعترف البعض من الطلبة بأنهم لم يركزوا أصلا بدروس الرياضيات من الخوف. تخيلوا أنه والأستاذ بيشرح بيقولك أنا بقدرش أركز، بقدرش أفهم الأرقام من كتر ما هو عنده فوبيا يمكن من الرياضيات، فهي على حد تعبيرهم لا تساعدهم في حياتهم العملي. للأسف مش عم بيوصلنا كمان نحن كطلاب ونحن صغار إنه ليش نحن لازم ندرس الرياضيات؟ ليش؟ وهذا السؤال المفروض إنه يجابون عليه الأكاديميين بشكل كتير كبير. طبعا شددت الدراسة على عدم الاستهانة بهاي المادة، فالكثير من الأشخاص الذين يفتقرون إلى الثقة في مهاراتهم الحسابية هم أكثر عرضة للديون والبطالة والاحتيال. إجمالا الرياضيات مادة جدا رائعة، بس واحد يكبر ويفهم قديش مفروض كان يقدر يدرسها بيعرف قديش كانت ممكن تعطيه مرونة لدماغه وتوسع له الأفق بالتفكير. الله المستعان، وإن شاء الله خلينا ندير بالنا على أطفالنا ونساعدهم حتى يحبوا مادة الرياضيات. مشاهدينا الكرام، معنا مختارة جديدة، وحيث منظمة الصحة العالمية تدعو إلى الامتناع عن تناول بدائل السكر. كثير في ناس عم يستخدموا السكرين وغيره وغيراته حتى ما يزيد وزنهم أو مرضى السكر. طيب للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا الدكتورة سميحة ذنبات، خبيرة في تغيير السلوك التغذوي. يسعد أوقاتك دكتورة سميحة. يسعدك، يعطيكم العافية وشكرا على طرح هذا الموضوع المهم والسباق. يعني الله يكرمك يا رب يا دكتورة ويسعدك وإن شاء الله بيتك عامر. يعني دراسة بتقول استنادا إلى مراجعة منهجية ل 320 دراسة عملية، توصل الخبراء إنه بدائل السكر المحليات الصناعية لا توفر فائدة، لها أضرار كثيرة، ممكن تصيب فيما بعد لسكري تخيلي وأمراض الأوعية الدموية. بالضبط، خبرينا أكثر دكتورة. هلا أنا اللي بدي يعني ألخصه باختصار عن الدراسة، هي الدراسة ما شاء الله عليكم طباخين لأنه دراسة جديد انتشرت. الله يكرمك يا دكتورة. دراسة يعني أشارت إنه هم أخذوا داتا منشورة مسبقا لمرضى، مش للمرضى، للأشخاص اللي مش مصابين. أشارت هاي البيانات المجمعة من مجموعة دراسات كبيرة إنه الأشخاص اللي بيستهلكوا المحليات الصناعية ما بيساعدهم هذا الإشي على المدى البعيد في المحافظة على وزن صحي أو في إدارة موضوع الوزن أو خسارة الوزن. يعني بالنهاية يعني أول نقطة طلعت من الدراسة إنه إحنا عم ناخد هالهدف إنه ما ناخد سعرات، هذا على المدى البعيد ما ظهر بالدراسات. طب عفواً دكتورة، عفوا من حضرتك، يعني دكتورة هلأ مثلا بدل ما يحط الواحد مثلا متعود 3 معالق سكر عم بيحط مثلا 2 أو 3 نفرض سكرين، هل هون هو يعني فعلا خفف سعرات حرارية؟ وين الضرر؟ بدنا نعرف وين الضرر.
هلا هو خفض سعرات حرارية، لكن المشكلة إنه هاي المحليات الصناعية لما تم إنتاجها ما يعني هلا بلشت الدراسات اللي على المدى البعيد تطلع النتائج. لما صار عليها موافقة ونزلت ما كان لسه في عندنا نتائج كافية لنقول إنها آمنة على المدى البعيد. الآن بعد مرور أو وقت طويل على استخدامها بلشت تظهر الدراسات إنه لا يا عمي، استخدام هاي المحليات الصناعية بيزيد نسبة الإصابة بأمراض القلب والشرايين، بالسكري. وعلى فكرة موضوع السكري والقلب والشرايين هو مش مرتبط فقط بموضوع السعرات الغذائية، الدهون يعني أيضا. أنا باخذ، ومرتبط بالسلوك، بالمواد اللي أنا قاعد بستهلكها. نعم. فهي أي نعم ما فيها سعرات حرارية، لكن واضح جدا إنه لها أثر كبير في زيادة نسبة الإصابة بهاي الأمراض. الحل كالآتي، اللي بدي أذكره إنه الدراسة ما استندت على يعني الجمهور تبع الدراسة، الناس اللي درسوهم ما كانوا مصابين. فبالتالي أنا ما بوجه كلامي الآن للمصابين، أنا بوجه كلامي للناس اللي عم بالسكري، أنا عم بوجه كلامي للناس اللي عم بيستخدموه عشان يخسر وزن. يعني الأشخاص اللي معهم سكري إنه ممكن ياخذوا السكرين مثلا. التوصيات اللي طلعت من منظمة الصحة للآن لم تشمل مرضى السكري، لأنه أكيد أنا ما رح أقول له خذ سكر. صحيح. لكن أنا من بدوري كأخصائي التغذية أنا بوجه حتى مرضى السكري يحاولوا أول إشي يقللوا من كمية من الاستهلاك، ثانيا نقلل كمان حتى لو بدنا نستخدم محليات نحاول نستخدم المواد الطبيعية. يعني أنا يعني محليات طبيعية زي إيش دكتورة؟ يعني مثلا التمر، التمر عندنا بقدر أنا بدل ما أحط فواكه سري سكر على الكيك بقدر أحط مثلا شوي تمر، دبس التمر مثلا. يعني في كثير أشياء، مثلا في ناس بيحط النعناع على الشاي ببطل أنت محتاج تشرب الشاي بسكر. النعناع أعطيه شوية وقت، في نوع من أنواع الحلاوة. فالفكرة أنه حتى الشخص بده يتبرمج أنه هذا المذاق الحلو لازم أدلله، سواء كان من مصدر صناعي ولا من مصدر طبيعي. هو فعلا تغيير سلوك بطعامنا. بالضبط. يعني أحيانا تغيير السلوك، لما أنا بدي أغير سلوكي لازم أنا أكون فاهم أكيد أنا رح أعمل إشي مش مرضي إلي، لكن بالمقابل يعني أنت عمرك بحياتك ما بتلاقي نتيجة رائعة وأنت ما قدمت أي إفورت أو أي مجهود. إذا أنا بدي أنظم السكري عندي، إذا بدي أخسر وزن، أنا بدي أبرمج حالي إنه هذا المذاق الحلو المجنون تبع السكر بدي أستغني عنه نوعا ما. نعم، يعني بدي أشكرك. نعم تفضلي. تراكمي، يعني كلما أنا قدرت أسيطر لمدة أطول بتقل إدماني. يعني السكر في دراسة انتشرت ورجت إنه السكر له إدمان، يعني الشخص بدمن طبعا على السكر ما بدمن على الكوكايين. يعني دكتورة سميحة الموضوع هو طويل وبصراحة جميل جدا، لأنه السكر يعشقه الملايين، وأكيد صحيح. يمكن لو أنه نفرد هيك حلقة نستضيفك بالاستديو ونفرد حلقة نحكي فيها عن السكر وبدائل السكر وكيف نحن نقدر نغير من سلوكياتنا الغذائية حتى فعلا نكسب صحتنا. بدي أشكرك أنا دكتورة أكيد، ونحن بنتشرف بوجودك معنا هون داخل الاستديو، وشكرا على هذه الإضاءة الرائعة، ويعني كل الشكر للدكتورة ساميحة ذنبات خبيرة في تغيير السلوك التغذوي. أهلا وسهلا فيكي، نورتينا، يعطيك ألف عافية. مشاهدينا الكرام، هاي كانت مختاراتنا لليوم، بتمنى تكون أفادتكم. رح ننتقل للمرشدة النفسية ومدربة المهارات الحياتية سنة السالم، موضوعها اليوم اليقين مع الله وليس الشك. خلينا نتابع مع بعض. في حكاية جميلة كتير عن السلف الصالح، بتقول إنه واحد من الصالحين كان يأخذ راتبه من بيت المال الخاص بالمسلمين، وهذا المبلغ كان 60 دينار بهذاك الزمن. كان طول ما هو هذا الشخص ماشي بالطريق مروح، يعني ليوصل بيته، يضل يتبرع بالمال من صدقات للناس اللي حواليه. وبوصل البيت، ف ابن أخوه كان عم بشوفه هو كيف بتصرف، وبقول يا الله طب أنا عمي لا يملك إلا هدول 60 دينار، يعني هذا راتبه بس عم بيصرفه، طلع عم بيصرفه بوزع هون وهون 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 وهون، طب كيف عم بيعيش؟ من وين؟ يعني ما في مصدر دخل لعمي إلا هذا الراتب، فكيف يعني عم بوزعه؟ وكل ما يقبض راتبه بيعمل نفس التصرف بنفس الطريقة. فقرر يروح يحكي مع عمه،
فقال له يا عمي من وين أنت بتصرف؟ يعني أنا شفتك أنك أنت بتتبرع وتتصدق وتعطي من مالك كله كاملا، من أول ما تقبضه لتوصل البيت بيكون خالص. فرد عليه قال له أنه أنا عملتها عادة، عودت الله عز وجل على هاي العادة، فالله عز وجل عودني على عادة بأنه أنا أول ما أوصل البيت بصحى بلاقي المبلغ اللي أنا تبرعت فيه وتصدقت فيه كاملا ولا نقص تحت الوسادة تحت المخدة، فبلاقيه موجود. خلصت الحوار بينهم، فهذا الشاب اللي هو عم بيحكي كان مع عمه أخذ مصاري وقرر يعمل زي عمه وراح تصدق هون وهون وحطه مش عارفة مين، راح على البيت شال الوسادة المخدة نزل تحت الحرام، شال الشرجف نزل تحت التخت، طلع فوق التخت إنه يلاقي إشي من هالمصاري، ما لقى ولا إشي من المصاري. فتاني يوم راح عند عمه فبقول له يا عمي يعني أنا عملت زي ما أنت عملت وما لقيت، ما المصارية كلها راحت مش موجودة. فعمه رد عليه عبارة جدا جميلة، قال له إنني أفعلها مع الله يقينا وأنت تفعلها مع الله تجربة. تخيلوا ما أحلى هالجمال، ما أحلى هالعبارة، إنه إحنا لما ننوي إشي ننويه من اليقين، طلعين من اليقين مش طلعين من الشك. وهذا إشي جدا 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 مهم على جميع الأصعدة، على الصعيد العبادات وعلى الصعيد الروحاني وحتى على الصعيد الدنيا الحياة. يعني كثير من أبنائنا وبناتنا وحتى بشوفهم بالمحاضرات التدريب الجماعية، مثلا أنا رايح على وظيفة ورايح وهو رايح بالطريق على الوظيفة بكون بقول لي أنا عارف مستحيل مستحيل يرنوا علي، أنا هاي الوظيفة مستحيل إنها تطلع من نصيبي. ليه؟ لأنه واسطة ولأنه مش عارفة إيش ولأنه المؤسسة هي مش عارفة شو مالها. أنت أصلا رايح بالشك، فكيف رح تكون بالتالي النتيجة؟ فأي انطلاق، أي انطلاق، تخيلوا الله عز وجل بقولنا انطلقوا معي، الله عز وجل انطلقوا معي من اليقين مو من الشك، لأنه زي ما كيف إحنا عم بيكون ظننا بالله نحن عم ناخده. فهاي علاقتنا مع الله عز وجل هيك بدها تكون، إحنا عم نشتغل كله للأسف عم بيكون شك. واحد بيبدأ حتى شغل بقول لك أنا بدي أبدأ تجارة، بدي أفتح مكتب، بدي أفتح مؤسسة، بالأغلب ما رح تزبط، هاي البلد تعبانة، مش رح تتيسر الدنيا. كيف عم تمشي؟ عم ننطلق، عم بيكون أغلب الانطلاق تبعنا وأغلب البداية تبعتنا من الشك وليس من اليقين، من التجربة. الله عز وجل لا يجرب معاه، الله عز وجل بتم التعامل معاه من اليقين ليس من الشك. وإن شاء الله تعالى بهاي الطريقة راح تضل بإذن الله تعالى بيوتكم عامرة. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام، وصلنا لفقرتنا الحوارية. قال تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة، صدق الله العظيم. أوصى لقمان الحكيم ابنه بوصايا جمعت بين أصول العقيدة والشريعة والأخلاق وتعظيم قدرة الله تعالى وإقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على ما نزل به من مصائب، وطبعا كثير من الوصايا، يعني الكثير الكثير من الوصايا. طبعا سورة بالقرآن الكريم تعنى بالتربية والتنشئة وزرع القيم، هي سورة لقمان. من هو لقمان الحكيم؟ ما هي وصايا لقمان لابنه؟ ولماذا خصه الله بسورة كاملة من القرآن الكريم؟ موضوعنا اليوم أكيد عن وصايا لقمان الحكيم، وقفات مع هذه الوصايا. وضيفتنا لليوم الأستاذة عبير الخليلي، أخصائية نفسية وتربوية. أهلا وسهلا فيك أستاذة عبير، شرفتينا ونورتينا. ياكي أهلا وسهلا فيك يا حبيبتي. الله يكرمك يا ربي، وإن شاء الله بيتك عامر. بيتك عامر، أهلا وسهلا فيكم، برنامج بيتكم عامر. الله يكرمك. يعني بداية بدنا نتعرف فيك، كلنا بنقرأ سورة لقمان ونمر عليها، لكن نعرف بس من هو لقمان، مين ابنه اللي عم بعطيها الوصايا، إذا بتقدر تعطينا هيك فكرة. أكيد إن شاء الله.
يعني إذا بدي أبدأ من بداية من هو لقمان، هو كتير اختلفت الآراء والأقوال حول من هو لقمان، لكن بما أنه جاءت السورة بلقمان الحكيم ووصاياه الحكيمة، فيعني هو شخص ربنا رزقه الحكمة، ولكن هذه الحكمة جاءت على يعني تسلسل، ما إجت هيك مرة واحدة. هذا لقمان أصلاً من البداية هو من الحبشة. الأشياء الغريبة اللي يعني حسب علمي في الموضوع ودراستي إله، إنها كان بالأول عبارة عن عبد في الحبشة، فسبحان الله ربنا رازقه هاي الحكمة، وهاي الحكمة استخدمها مع سيده. سيده في يوم من الأيام بيقول له إنه روح اذبح لي شاة وجيب لي أحسن إشي فيها، فراح جاب له قلبها ولسانها. فضايق سيده إنه شو القلب واللسان، يعني أنت شو اللي جايب لي إياه؟ فقال له طب خلص روح جيب لي أسوأ ما فيها. راح يجيب له أسوأ ما فيها، رد جاب له القلب ولسان. يا الله. قال له بالمرتين جبت لي القلب ولسان، إنه شو الفكرة؟ قال له لو صلح اللسان والقلب لصلحت الشاه وصلح الإنسان وصلح البني آدم. يا الله. ولو ساء اللسان والقلب لساء الشاه وساء، يعني حب يحكي له حكمة. فقال له اذهب، هذاك جوعان وهذا بده يعطيه حكم. نعم. هدي يعطيه حكمة. فانبسط بحكمته وأطلق سراحه. عشان ربنا يزيده من الحكمة سافر، يعني سبحان الله قرر الهجرة، فذهب إلى أعتقد إلى بني إسرائيل، راح لفلسطين يعني هو. فكان هناك سيدنا داود. سيدنا داود كان يعني ملك على بني إسرائيل، فلما شاف إنه هذا الرجال جاي وهيك فانتبه لنباهته. كان سيدنا داود شاطر بصنع الدروع، فضلوا ساكت ساكت، وهو أول مرة بيشوف حدا بيصنع دروع، فقام قال إنه مين هذا أو شو عم يعمل. ضلوا ساكت ساكت لشاف، قام سيدنا داود بيحكي إنه لدرع يعني يحتذى به، أو إنه مثلا أنا رح أشد ظهري فيه بالحرب الجاية. فقال له أنا سكت فتعلمت. فانتبه سيدنا داود إنه هذا الرجال عنده حكمة، فارتقى فيه، فقال له أنت معلم وستعلم الأجيال. يعني رفعه شوي درجة من إجير عنده، وأظن كان نجار يعني، وقت جابه كان عم يشتغل بالنجارة. قام قال له إنه تعال خليك حكمة وربي الصبيان، ويعني استخدم دور التربوي. فشوي معروف مين ابنه للقمان؟ يعني حاليا ما يعني كثير في قصص بتحكي كثير تفاصيل، لكن هو يدور حول انه هو كأب، دور الأب الجوهري يعني. الآيات تدور انه حول دور الأب الجوهري اكثر من انه مين هو ابنه يعني. وتركيز الآيات يعني انه بدأت بألف لام ميم، وبعدين والقرآن الحكيم، يعني بدأت بحكمة القرآن وأنه لقمان حكيم. فتخيل هذا لعظمة الحكمة ولقمان بحد ذاته. نعم. وهدفه التربوي أو الهدف الجوهري التربوي للأب. نعم. وارتقى لقاضي ثم قاضي قضاء ثم يعني، فصار أنه من الحكماء في الأرض، ونزلت السورة باسمه. سبحان الله. فكان هذا من تكريم الله تعالى للحكمة والحكماء. رائع. يعني بدنا نحكي يعني هي الوصايا اللي موجودة بالآيات عظيمة ومختلفة ومقسمة، يعني في مثلا وصايا متعلقة بأصول العقيدة. نعم. إذا نبلش فيها مثلا وبعدين بنيجي للوصايا المتعلقة بالأعمال الصالحة وغيرها، ناخذ هيك يعني لو منها. بدي أرتب الموضوع تربويا يعني انطلاقا من اختصاصي، فإنه يعني نيجي نسأل شو الحكمة بالبداية، ما هي الحكمة؟ نعم. يعني هو كلام حلو لطيف، كلام بيدخل على القلب، كلام بيونس الشخص، لكن بالوقت المناسب وللشخص المناسب وبالموقف المناسب. فلما بنيجي الحكمة، يعني كلمة الحكمة بحد ذاتها هي واسعة. فتربويا هي بتبدأ من عند العقيدة، فهي بتأسس العقيدة، بعدين بتنتقل لأمور تربوية أو بناء شخصي، بناء شخصية. فترتيب الآيات سبحان الله بدأ من عند لا تشرك بالله، وكانت عبارة عن قول، بعدين انتقل لأنه إشي عملي، فلازم إحنا ننقل يعني ندرب التربوي، يعني الرسالة التربوية إنه إحنا ننقل الموضوع من النظري إلى العملي. يعني أول شيء فعلاً قديش يعني ضروري نغرس العقيدة. نعم. بقلوب أبنائنا. وحبيت النقطة اللي انطلقتي منها الحكمة، إنه فعلاً لازم تنحكى بالوقت المناسب. مش الأم معصبة أو مثلاً الأب معصب وجاي يحكي حكم تطلع معاه بهدلة للأسف الشديد. يعني والآية الثانية في القرآن في موضع آخر في غير سورة لقمان، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. صحيح. فتخيلي كمية الخير الموجودة بكلمة الحكمة.
هلا اذا بدنا نرتب الحكمه كيف بلش فيها او العشر وصايا، والبعض بدمجهم على انهم ثمانيه بيفرق بين وحده وحده، فيعني اول شيء مثلا انه لا تشرك بالله، فاعطاء العبوديه والتوحيد لله تعالى، وانه انت اول شيء بتعمله رب العالمين الله، يعني ثبت له عقيدته بالله تعالى. ربط فيها على طول رضا الوالدين. صحيح. واخذت الايه، هي موجوده طبعا السوره في جزء 21، وسبحان الله هن كلهم اربع صفحات، ماخذه صفحه كامله الوصايا. نعم. فهذا بدل على عظمه هاي الوصايا وقديش انهم يعني جذر في التربية. يعني هم أساس في أن أنت تبني بناء تربوي سليم أو صحيح. في عندي تعليق قبل ما أدخل على الوصايا بجوهرها الداخلي، أنه قديش جوهرية دور الأب. أنا هاي الجملة كتير مهمة إلي، لأنه إحنا ما منخلي التربية بس على الأم، لا والأب كمان. قديش مهمة التربية، مهمة بالحب، مهمة بالصداقة، قديش انت مهم انك تصاحب ابنك او تعطيه شعور انه انت صاحب له وعم بتدربه وبتعلمه وبتوصيه. تكرار العاطفة في كل الآيات، يا بني يا بني، هو عم يدخل له من قلبه، فيها حب، فيها حضن، فيها عاطفة. فهي رسالة تربوية تبدأ من الأب، لأنه دور الأب كتير مهم وجوهري. كتير حلو فعلا. بتذكر مقولة لمصطفى صادق الرافعي، انه يعني الأفضل أن نبدأ من بيوتنا، فما فائدة أن تكون لديك الحكمة وتصلح كل العالم والغلط والأشياء اللي مش كويسة موجودة في بيتك، فالأصل أنها تبدأ من بيوتنا. صحيح. نرجع للوصايا. الوصايا يعني رح نرجع للوصايا. نعم. وقبل ما هيك نفردها بنشوف هذا الاستطلاع مع بعض. فريق بيتكم أوكي. عامر نزل على الميدان. تمام. وسأل الجمهور بالميدان إنه ما هي أبرز وصية من وصايا لقمان الحكيم استوقفتك وفعلا حسيت إنه هاي وصية يعني لها أثر. أثر، ومع أنه كل الوصايا رائعة ولها أثر أكيد، لكن تأثر في شغلة أكثر من بتكون تضرب على الوتر الحساس. بنشوف ولماذا. نعم. خلينا مشاهدينا الكرام نتابع هذا الاستطلاع مع بعض، ونرجع أكيد بنسمع تعقيب الأستاذ عبير. يلا. مخافة الله، مخافة الله بتعني يعني لك كل إشي في اللي أنت بتتعامل معه، أنك أنت أي إشي بتخاف من الله فيه بيطلع معك صح، بغض النظر شو هو. يعني اي شيء اي شيء انت بخافه الله، اذا حطيتها بين عينيك امورك بتكون ماشيه. الوصيه التي استوقفتني رفع الصوت. قال سيدنا لقمان لابنه: اوصيك لا ترفع من صوتك، ان انكر اصواتي لصوت العميل. الصوت مزعج، يبوص المعلومه اذا بدك توصلها للانسان بوصلها غلط. في من الوصايا اللي استوقفتني اللي هي: يا بني واقم الصلاه. الصلاه بتنقصنا جميعا حاليا، يعني في بعد ديني صار، فأقم الصلاة جت أصلا بلغة الأمر، هي أصلا فالصلاة بتنقصنا إحنا أصلا جميعا يعني، وفقط بس. وصية من وصايا سيدنا لقمان لابنه، يعني من ضمن الأشياء اللي استوقفتني اللي هي: لا تمشي في الأرض مرحا. من مبدأ بس تواضع، يعني ما يكون الواحد شايف حاله بشكل كثير كبير، تواضع للناس حلو، من تواضع لله رفعه. هاي من شغلات الحلوة اللي حلو انه بتكسب محبة الناس فيها، بتخليك متقبل عند الناس بشكل كثير كبير. ويعني زي ما ربنا قال لرسول برضو عليه الصلاة والسلام انه: لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. برضو هاي الشغلات كلياتها بتجمع في نفس المحور اللي هو ما يكون الواحد شايف حاله. الوصية يعني عدم الشرك بالله نحكي، لانه الشرك بالله يؤدي الى التهلكة. شايف توحيد الله يؤدي الى النجاة. من شهد لا اله الا الله محمد رسول الله دخل الجنة. شايف الحمد لله اكبر نعمة انه ايش؟ ان امة سيدنا محمد. يعني مشاهدينا استطلاع حلو، حسينا استاذ عبير انه في وعي، وكل واحد طبعا كان عنده هيك وصية شعر فيها بشيء لامس نفسه او حسها انه مهمة فعلا بالتربية. نعم، يعني هي كلمة ملامسة نفسه، فاحنا بندخل من المدخل النفسي التربوي، وكأنه لكل واحد فينا زاوية من شخصيته او من نمطه النفسي المؤثر تبعه بيختلف من شخص لآخر، أو متأثر فيها ويشعر في نقص، أو إنه عنده نقص فيها. نعم، هي التكملة هاي، إنه يكون في عنده نقص فيها، فهي وقت سمعها أثرت عليه بطريقة حلوة، فتركت الأثر الإيجابي بنفسه.
وسبحان الله يعني أكيد إحنا بالآخر ببشريتنا في عنا نقص، مش رح يكون عنا العشرة بيرفكت، نعم، أو العشرة طبعا كلهم مميزين، لازم واحدة تكون أقوى من الثانية أو تأثيرها علينا وحاجتنا إلها كانت أعلى من الثانية. ما أحلاها لو أنه نكتب العشر وصايا هيك ونعلقهم مثلا بالنا، نتذكرهم، نذكر أبنائنا فيهم. نعم. جميلة، مثلا ممكن تنحط بغرفة القعدة، ممكن تنحط مكان يقرأها الكل. شوفي يعني القرآن منهج حياة، فإذا أخذنا منهج حياتنا من خلال هذا الدستور فالأولى أنه فعلا هي تكون بيسك أو يعني صحيح، أساس للتربية عنا. فطبعا هو إشي كتير حلو أنه نبدأ تربيتنا من هدول العشر نبدأ وصايا ونستذكرهم مع بعض. أستاذ عبير يعني ببدأ من عند وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني، يعني قديش أنا شعري بحنية كلمة يا بني وأنا عم فيها بحكي. حب، نعم. نعم فيها حب لتدخل للقلب عشان العقل يستوعب. لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، على طول ربطها ووصينا الإنسان بوالده، بدأنا من عند رب العالمين وأنه ربنا هو الأساس وأنه لازم يكون اعتمادنا وتوكلنا وعدم شركنا وكل شيء بنعمله لله تعالى، ربطها على طول بالوالدين لأنه الإشي العملي رضا الله. نعم، رضا الله من رضا الوالدين والعكس صحيح، يعني نعم. إذا ربنا بده يرضى علينا نحن فعلا لازم يكون نعم. في عنا بر ويعني تقوى تجاه رب العالمين بأنه برنا لوالدين رح يكون فيه له أثر نعم. إيجابي نعم. علينا، كأنه التطبيق العملي لعدم الشرك بالله أنه بر وتقديم للأب وللأم. لما يعني حكى لنا رسول الله إنه إجا حدا فبقول له من أحق الناس بحسن صحابتي، فقال له أمك، فرد كررها ثلاث نعم. مرات، بعدين قال له فهمنا طيب، قال له أبوك، فكانت البداية إنه الصحبة تبدأ من عند الله تعالى نعم. ثم الوالدين الأب والأم، وربطها بالآية رفع قدر للوالدين، رفع قدر للأم والأب. وإن جاهداك على أن تشرك فيه، سبحان الله أعطى تفاصيل إنه أكيد أنت هدول الاثنين الأصحاب إلك حتى هم أمك وأبوك رح يكون في عندهم شغلات ما تعجبك، رجع ربطها إنه بس إذا قالوا لك لا تشرك بالله، صاحبهما في الدنيا معروفة في الصحبة لحد معين إلا أن تشرك بالله تعالى أو يطلبوا منك هذا الإشي. بعدين يا بني إن تكو مثقال حبة من خردل، وكأنه بيعطيه تطبيق عملي، يعني بعد ما أعطاه معلومة يعني نظرية خلينا نحكي، قال له في تطبيق عملي، قال له شايف قديش حبة الخردل هاي الصغيرة هيني رميتها هيك يعني زدتها بين هالصخور، وقال له يلا فرجيني ربنا بيقدر يطولها، رجع ربطه بالآية الأولى اللي هي لا تشرك بالله، أنه ربنا قادر على أنه يعرف كل شيء ومكان حبة الخردل ولو كانت في السماوات أو في الأرض أو بين الصخور، نعم، فإنه ربنا الله قادر وربطه بموقف عملي بقدرة الله تعالى. نعم رائع. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف، طبعا إحنا هون عم نحكي عن أمور عقائدية، بلشنا نعم إنه أول إشي عدم الشرك وبعدين نعم أقم الصلاة، ما قال له نعم. صلي، ما قال له روح صلي، قال له أقم الصلاة، إقامة الصلاة عبادة، أقم يعني خليها طالعة من قلبك، اعملها مستقيمة، اعملها هو أمر كمان، نعم أقم. واعملها بطريقة عملية ترضي الله تعالى، وكأنه العملي لعدم الشرك في الله هي إقامة الصلاة. نعم. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وربط الآية على طول واصبر على ما أصابك، وكأنه سبحان الله برضو هون بناء شخصية إسلامية ترضي رب العالمين بأنه أنت هون إحنا دخلنا على موقف تاني تربوي واضح أنه أنت بدك تمشي في هاي الأرض وتحكي الصح وتحكي هذا غلط وترجع لهذا الإشي لمنهجك ولرب العالمين فيه، بس شو بقول له؟ لما بدك تحكي الصح وبدك تصلح تنهى وتأمر، هون انت رح تتعرض للأذى، رح تتبهدل، أكيد. فقال له وصبر، في صبر. نعم. نعم. قال له صبر. اصبر، ايوه قال له بدها صبر، فربط الصبر بالنهي عن سبحان الله النهي عن المنكر وإقامة المعروف. لما قال لهم ان ذلك من عزم الامور، يعني قاعد عم يعطيه تربية شخصية قيادية عزم الأمور، وكأنه بقول أنه بدها إرادة، نعم، فهون بنى عنده برضو فكرة الإرادة بشخصيته. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، تصعر سبحان الله من أقوال العرب قديما أنه تصعر هي
زي لما الواحد بيقول له التوت رقبتك فبتلاقي يلف وجهه يبعد وجهه عن الناس لا هي القول اللي انا بدي احكيها او يعني المعنى الاخر للغه العربيه البدويه بيستخدموها مع الجمال بقول لك الجمال احيانا بتصير عندهم هاي الحركه فبيوقف رقبتهم بتوقف بيقول له صعورة وجه الابل يعني وكانه الابل صار باتجاه واحد فكانه شبه انه انت لما بترفع راسك وبتكون شايف حالك بهي الطريقه انه هذا غرور نعم. فرباها تربيه ايمانيه يعني انه خلي لشخصيتك وجود بطريقه حلوه ولذيذه يعني مش ضروري تكون رافع راسك ومشتائل عن اللي حواليك نعم. ولا تمشي في الارض مرحا المقصود في المشي مرحا كمان سبحان الله انه انت هي ايضا من باب الغرور من باب الغرور او انك ماشي ومش سائل في قوانين في انظمه في يعني حياء مثلا للشارع اللي انت ماشي فيه بين الناس لا تكون شايف حالك أكيد. لا تكون بالمكان اللي بس انا يعني وكانه هذا الاشي الوحيد اللي موجود على الارض هو انت فلا تمشي في الارض مرحا ما تاخذ راحتك كثير بطريقه يعني من تواضع لله رفعه اكيد بيكملها طبعا رب العالمين لا ان الله لا يحب كل مختال فخور نعم. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير شوفي ما أجملها يعني هي الآيات متواصلة بتحكي حسن خلق وزرع قيم يعني هون عنا نعم. بلشنا بعقيدة بفرائض بعدين بتهذيب سبحان الله إنه طريقة المشي طريقة الأدب حق الطريق يعني سبحان الله في كاريزما شخصية يعني خلينا نحكي يقبلها المجتمع من خلال تقبل الدين العالي فيها نعم. يعني كأنه هذا الدين قاعد بربينا فإنه أول شيء بدنا نعمله الأخلاق تبعتنا فالأخلاق بتيجي على الصفات لما أنا بشوف حدا قاعد بتعامل بصفات أخلاقية عالية فهو قاعد بنصير بنقول هاد شخصيته حلوة أو كاريزمته مقبولة نعم. اقصد في مشيك واغضض من صوتك اقصد يعني سبحان الله وكأنه قاعد بقول له امشي بهدف بالحياة كمان هذا من بناء الشخصية القوية إنه أنت في عندك هدف مو ماشي وبس يلا كيف ما شاحني الطريق بمشي وبروح ماشي عشوائي وين ما أخذتني الطريق بروح لا هو ماشي وفي عنده هدف بالحياة والهدف هذا واضح وعنده يعني أفكار وآمال وطموحات بيبني فيها واقصد في مشيك خلي فيه لحكيك ولمشيك قصد وهدف نعم. واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير يعني سبحان الله رسالة بسيطة في الصوت تطلع منها الاتيكيت خلينا نحكي انه بنيجي بنحكي لحدا ما تعلي صوتك او دير بالك صوتك عالي طب ما كانه بقول لك تعلم كيف تاكل تعلم كيف تلبس من خلال الصوت اللي هو الاشي الاساسي يعني اول ما بتقابل حدا اذا واحد ضبط صوته رح يضبط تفاصيل جسده كامله يعني نعم. كل سكنات الجسم وحركاته صحيح بلا شك طبعا شبهها بصوت الحمير سبحان الله لانه صوت الحمير فيه هيك رفع وفيه شيء بيأذي يعني كانه الواحد لما يسمعه بيقول لك انا تضايقت ما تحمل في نشاز هي كلمه نشاز فعلا فكانه قاعد بيحكي له انه هذا خفض الصوت بيعمل لك بالحياه انه انت عندك تروي قادر تسقط هذا خفض الصوت على باقي ما تبقى من حياتك بدي احكي مداخله صغيره هيك قبل ما نختم اذا سمحتي بدأت الآيات في هاي الصفحة بعند ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله وكأن من يؤتى الحكمة عليه بشكر الله نعم فلا يؤتاها كل طبعاً يعني سبحان الله الرايح والجايزة ما كل ما الحكمة رزق سبحان الله نعم نعم, نعم وقديش فعلا الشخص اللي عنده حكمة لابد أنه يحمد ربنا على هذا الرزق العظيم نعم فكأن الشكر لله تعالى هو جزء من برضو التربية هو بدأ أنه أنت رزقت الحكمة فاشكر ويلا أنت يا الأب يا المربي أدخل لهاي الديتيلز وهاي التفاصيل في التربية عشان تقدر توصل لقلب أولادك رائع يعني كلام جميل جدا وبتمنى فعلا هاي التفاصيل البسيطة اللي هي آيات عظيمة يمكن أحيانا لا نلقي لها بالا أصوات أولادنا عالية ما من هلأ بطل بيقول لك اتركيه يلعب اتركيه يركض معلش مراهق للأسف ويعني هي كلها مدرسة هذه الآيات جميل أن يعني نعيدها على مسامع أبنائنا نحدثهم بها أنها آيات عظيمة انظر إن إذا القرآن الكريم فيه هذه الآيات فلابد
لابد أن تكون منهج لنا. منهج. يعني نهاية بدي أشكرك أستاذ عبير على هذه الإضاءات الرائعة ويعني الوقفات حول وصايا لقمان الحكيم لابنه، وفعلا استفدنا واستمتعنا وكان مشوارا تربويا جميلا. يعني مقتطفات سريعة ولو الواحد بده يمسك كل واحدة منهم يعني مش بده حلقة، بده حلقات لكل واحدة من من الوصايا حتى يقدر يغطيها كاملة. نعم. ونتذكر الرسالة الأخيرة إنه بالآخر هذا دورنا كمربين كمعلمين كآباء كأمهات، الدور مش على شخص واحد في هذه الحياة، الدور علينا كلياتنا. فهي فعلا الوصية جاءت من أب إلى ابنه، لكن ما استخدمها القرآن إلا لتكون منهج حياة لكل مربي فينا. فإن شاء الله أنها تكون رسالة، يعني رسالة تربوية بهذا العمق تصل لكل مربي، وحتى أولادنا لما يتربوا على هذا الإشي يقدروا هم يستخدموه مع أولادهم لاحقا. إن شاء الله. بدي أشكرك أستاذة عبير الخليلي، وأنت أخصائية نفسية وتربوية، نورتينا وشرفتينا، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك وبيتكم عامر. وبيتك عامر أكيد. الله يكرمك. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وبعده فقرة أكثر ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خليكم معنا. وأهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام، وصلنا لفقرة أكثر ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشطاء السوشيال ميديا شو تناقلوا. في فيديو كتير حلو رح نشوفه، هو تحدي هيك شباب قاعدين بالسيارة مع بعض عم بتحدوا بعض بشيء جميل، مش أي لعبة ولا إشي، بمتشابهات القرآن. وقليل ما نشوف إنه فعلا شباب بالسيارة قاعدين بتناقشوا بهيك أمور وبتحدوا بعض. يعني تخيلوا تحدى واحد صديقه بمتشابهات القرآن الكريم بطريقة هيك شبابية لطيفة. خلينا نشوف هذا الفيديو مع بعض. بتاع سيدنا إبراهيم. بعد كده في عندنا في سورة طه تنزيلا مما تنزيل مما خلق الأرض والسماوات العلى. جميل. في أوائل سورة طه. جميل. عايش. لسه واحدة. بعد كده باقي واحدة. لسه واحدة. باقي واحدة. أو أكتر مش عارف. يعني أنت برضو عايز. طيب وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء في سورة العنكبوت. دول خمس مواضع. لسه. خمس مواضع ذكر فيهم الأرض قبل السماء. حل آل عمران وسورة سيدنا يونس وسورة سيدنا إبراهيم سورة طه سورة العنكبوت. حلو. أنت بتقول لسه. يعني حاول كده تشوف ممكن تلاقي حاجة كمان في الأرض. في الأرض قبل السماء. في الأرض قبل السماء. لا خسر. هم خمسة بس. وقعتوا. هم خمسة بس. شكله هيوقع بجد. ايه اخيرا هم الخمسه. اتحداك لو في تاني يا راجل. هم الخمسه بس. زعلتني بصراحه. هيوقع لسه. انسى. خلينا نشوف تعليقات بعض المتابعين على السوشيال ميديا. يوسف بول هذا هو مجتمع الشباب. فعلا لما يكونوا الشباب هيك عم بتحدوا بعض بايات ومتشابهات في القران الكريم ما اروعه. صالح بيقول ما شاء الله حفظكم الرحمن، بمثلكم الفخر ويتجدد الأمل يا رب. أحمد بيقول الله يبارك أمثالكم رح تكون سبب في تحرير المسجد الأقصى إن شاء الله يا رب. أم إبراهيم بتقول كتير شباب محاورين ورجال دين، قوة الحجة وثبات عقيدة ومحاورة ما شاء الله. هاي بعض التعليقات. رح ننتقل كمان لفيديو آخر مشاهدينا الكرام تم تناقله بكثرة. طبعا سعودي شو بحكي، يعني يعفو هذا سعودي عن قاتل أخيه. يبدو أنه هون في جريمة، في عملية قتل، وعم بيقول لو أعطيتوني المملكة كلها فأخوي ما أخذناها. خلينا نشوف هذا الفيديو ونشوف شو عم بحكي وكيف عفى عن القاتل. لو أعطيتونا الخميس وأبها والمملكة كلها أعطيتونا إياها في خوي ما أخذناها، ولكن نبغى الجنة. حنا عفينا الوجه الله. يعني سبحان الله، يعني
يعني مقابلة الإساءة بالإحسان، وهي ليست أي إساءة، وهي أكبر يمكن درجات الإيمان أن نرى الإحسان بهذه الطريقة مشاهدينا الكرام، والعفو لوجه الله تعالى. نشوف بعض التعليقات. ناصر بيقول العفو عند المقدرة وهو وفق من الله وإن عفى عنه. طيب نشوف رسالة أخرى. مستشار بيقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. نعم. وفادي بيقول الموقف عظيم. نعم، يعني شفنا قديش الناس واقفين ومتجمهرين لهذا الحدث. علي بيقول أحسنت يا رجل، هو لوجه الله تعالى فقط، فالعفو لا يكون إلا لله وحده دون أن تقرن أحدا مع الله جل جلاله. نعم، العفو لأجل الله تعالى ولوجهه الكريم. هذه كانت بعض التعليقات مشاهدينا الكرام. يعني بهذه الفيديوهات بالمتداول بيكون انتهى مشوارنا ببيتكم عامر. أكيد بتمنى لكم قضاء يوم سعيد، ونترككم في أمان الله لحين نلقاكم في حلقة مقبلة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله، إلى اللقاء.